السلام عليكم. موقع حلو جدا بالذكاء الاصطناعي اسمه كود جيكس. كل عليك ان انت تكتب ايه اللي انت عايزه. مثلا عايز اكتب لي معادلة معينة يجمع لي الارقام من 1 إلى n مثلا، تمام، واختار بقى عايز اكتبها بأني لغة، مثلا لغة البايثون، وتقول له جنريت، يبدأ يكتبها لك. طب انا عايزها مثلا بلغة الجافا، مثلا عايزها بلغة البي اتش بي، يبدأ يكتبها لك. فهو يعتبر كنز.